لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. بيسر فيتو النهاردة أن يكون ضيفة نجم من نجوم الإعلام، مذيع متألق دائما من فترة طويلة جدا، دخل كل بيت مصري كله يتذكره في بيتك ويتذكره في قنوات أخرى، له أراء قد تتفق وقد تختلف معه، لأنك في الآخر لابد أن تحترمه. مذيع يملك أدواته جيدا في فن إدارة الحوار وفي فن معالجة العديد من القضايا. الأستاذ سامر أمين بيشرف فيتو النهاردة معانا، نستضيفه، بيقول رأيه، بنسأله في بعض المناطق الشائكة اللي هو يعني قد تكون محل جدل وخلاف في الشارع المصري. تشرفنا تامر بيه النهاردة. شكرا جزيلا، وأنا سعيد بوجودي في فيتو. الحقيقة يعني فيتو مش غريب عليا، سواء من حيث الملكية ومن حيث الصحافة، ليه مجموعة من الأصدقاء هنا موجودين، والحقيقة بجد شهادة أمينة وصادقة يعني أن الموقع والصحيفة قدروا في وقت قريب جدا وقصير جدا أن هم يحتلوا مكانة في الوسط الصحفي والصحافة الإلكترونية، وأعتقد أنه في خلال فترة وجيزة جدا هتبقوا متصدرين المشهد إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. نبتدي من البداية في التلفزيون المصري. تمام. عايزين نقول للناس البداية كانت إزاي وظروف هذه البداية، وهل كان ليها علاقة بالوالد، وهل كان في نوع من الفرصة أن الأستاذ سامر حصل على فرصة قد لا يعني ما مش متاحة للشباب اللي هو في مثل سنه؟ طيب، يعني أنا أشكرك على الصياغة اللطيفة، بس ممكن أسهل تقول الوسطى يعني. شوف، أنا قلت هذا الكلام طبعا مرارا وتكرارا، ما عنديش مشكلة في إعادته. أنا بعد ما أنا خريج كلية ألسن مش إعلام، ولما تخرجت من كلية الألسن، ووالدي كان ساعتها يعني إعلامي كبير وكان بيشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والحقيقة كنت عايش زي المسلسل بتاع نور الشريف اللي هو لن أعيش في جلباب أبي. كان عندي مشكلة أن أنا أخش في الإعلام، رغم ان انا ما كانش عندي اي خبره في الاعلام ومش عارف ايه هي ادوات الاعلام او حتى متطلباته، وما كنتش عارف اصلح ولا لا، بس فكره ان والدي بيشتغل في الاعلام ومشهور في الاعلام ده كان عامل لي حساسيه. فوالدي كان طالب مني وبيقول لي تعالى قدم في الاعلام، انا شايف ان انت تمتلك مقومات شكلا وموضوعا ومش عارف كذا وكذا وادوات الاعلام، وانا كنت برفض طول الوقت. وفعلا قعدت 3 أو 4 سنين بعد تخرجي من الجامعه احاول اعمل شويه شغل في القطاع الخاص، واشتغلت شويه في السياحه، واشتغلت شويه في الطيران، واشتغلت شويه في الدعايه والاعلان، بس سبحان الله القدر كان ربنا مش رايد ان انا اشتغل في اي مجال الا في الاعلام. كل مجال اخش فيه افشل، في القطاع الخاص، في السياحه اشتغلت سنه حصلت مذبحه الاقصر دي بعد عنك ومش عارف ايه والسياحه اتضربت، عملت شركه دعايه واعلان مع احد الاصدقاء بسبب عدم الخبره وبسبب ان ربنا ما كانش عايز يوفق في المجال ده، برضو فشلنا. فلفيت لحد ما يعني حرجا من الوالد قلت له طيب انا هجرب نفسي، وهو عشان عارف حساسيتي زي ما انت قلت بالظبط، هو وفر لي الفرصه ان هو كلم اللجنه بتاعت الامتحانات، وكانوا ساعتها بينشئوا كان لسه مصر مطلقه النايل سات، وكانوا بينشئوا قطاع النيل للقنوات المتخصصه اللي هي القنوات الاخباريه المتخصصه المختلفه، وكان بيرأسها حسن حامد اللي هو كان رئيس مجلس اداره الشركه المصريه لمدينه الانتاج الاعلامي سابقا. فكل اللي حصل انه كلم اللجنه وقال لهم هبعت لكم تامر امتحنوه، وعلشان تطمن تامر هقول لهم يعملوا امتحان صعب زيك زي اي حد تاني، وانت هتشوف النتيجه. يعني ما عنديش غير ان انا اقول لكم صدق او لا تصدق. عملت الامتحان والحمد لله طلعت الاول فيه وقتها، وبشهاده الاستاذ حسن حامد يعني حي يرزق موجود وممكن يسال، وكان معاه سناء منصور وكان معاه الاستاذه امال فهمي دعايه الكبيره، ومش فاكر كان فيهم معاهم حد كمان يعني، والحمد لله كنا 16 واحد بنعمل الاختبار، وانا طلعت الاول في هذا الاختبار وفي اللغتين الانجليزيه وفي العربيه كمان الحمد لله. وتم اختياري للعمل في قناه نيل الاخبار، وانا على غير ارادتي كمان يعني، انا كنت ميولي رياضيه ومنوعات، وكنت رايح مثلا اشتغل مع مدام سلمى الشماع لما كانت ماسكه قناه النيل المنوعات، وانا بحب الرياضه، فكانت الاخبار دي بعيده عن دماغي خالص. فلما حسن حامد سمع صوتي وقراءتي اداني صحيفه كده اقرا منها بعض الاخبار، قال لي انت قناه نيل الاخبار واحنا مغمضين.
ودي كانت البداية سنة 97. كنت قارئ نشرة مقدم برامج في قناة النيل الأخبار، وابتدينا بقى المشوار كله قناة النيل الأخبار، ثم بعد كده برنامج صباح الخير يا مصر، وبعد كده برنامج البيت بيتك، وبعد كده قناة المحور، وبعد قناة روتانا الحمد لله. دي كواليس دخولك التلفزيون، كواليس رحيلك عن التلفزيون. البعض يقول ان الكاميرا امين صوت النظام. تمام. هل تأييدك لنظام مبارك ووصفك لخالد سعيد من المشاهدين الغوي سبب وراء رحيلك من التلفزيون؟ لا، انا سبب رحيلي من التلفزيون بمنتهى الموضوعية والصراحة هي ثورة 25 يناير. مش محتاج دلوقتي، يعني كنت زمان الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كنت محتاج ادفع اكتر واقعد ادي بالبراهين وارجوكم وانا مش عارف ايه وبتاع، بس اعتقد الايام دلوقتي اثبتت مين اللي تلول ومين اللي تحول ومين اللي كان بيمالي النظام ومين اللي استفاد من النظام ومين اللي تربح من النظام ومين اللي شوه بالنظام. لكن الحمد لله رب العالمين الناس دلوقتي وعيها زاد، والحقائق اللي بتتكشف كل يوم فهمت الناس مين كان بيعمل ايه. وانا بقول دايما النجاح ما ينفعش يختلف على اثنين. هل برنامج البيت بيتك اللي استمر من 2004 لحد 2011 هل برنامج كان فاشل ولا كان ناجح؟ كان ناجح، حتى يعني الكارهين لتامر امين ما يقدرش ينكر اعاد الحياه للتلفزيون المصري. نعم، اعاد الحياه للتلفزيون المصري فتره كان الناس اجرت. الله يفتح عليك. والناس ما بتنجحش حاجه للعلاقات الانسانيه ولا العاطفيه ولا التعاطف، بينجحوها لاسباب موضوعيه. برنامج البيت بيتك زي ما انت قلت اعاد الحياه للتلفزيون المصري، وكان صوت المعارضة جوه التلفزيون المصري. تمام. والناس ما كانتش مصدقة سبب تعاطفها ثم إيمانها ببرنامج البيت بيتك، إن الناس كانت مرحلة بتوقفنا في الشارع بتقولك أنتوا بجد بتقولوا الكلام اللي أنتوا بتقولوه جوه ده التلفزيون المصري وبتسيبوكوا تطلعوا عادي، والرئيس ما بيكلمكوش، وزير الداخلية ما بيبطش عليكوا، ما بتعتقلوش، لأن إحنا بنطلع. كان أول مرة ناس تسمع هجوم ومعارضة للحزب الوطني وللوزراء ولرئيس الحكومة وللسياسات وجوه التلفزيون المصري. ودايما كنت بقول ان مبارك واسرته كانوا خط احمر وناش بنيجي ناحيته، واحنا لا احنا ولا حتى وقتها لما كان في بعض القنوات الخاصه الصغيره يعني ما كناش بنيجي ناحيته. لكن كل السياسات والحكومات والوزراء، يعني انا شخصيا كان ليا اسهام في اقاله 6-7 وزراء، منهم محمد منصور بتاع النقل وقت الحادثه، ومنهم احد المحافظين بعد المشكله بتاعت صخره الدويقه واشياء تانية كثيره. ف احنا كنا بنعمل شغلنا. في بعض الناس يقول لك لا انتوا كنتوا بتعملوا تنفيس عن النظام، ايا كانت ما حدش يخش في النوايا، لكن في النهايه ظاهره البيت بيتك كان صوت موضوعي معارض باتزان جوه انت بتفعلين الاسد، ومع ذلك بتشتغل الاعلام المهني دون ضغوط السلطه ولا النظام. لما حصلت ثوره يناير كان في هوجه كبيره جوه مسبيه. الهوجه دي ما طالتنيش الاول، طالت محمود سعد وخير رمضان ولميس الحديدي، بسبب ان هم من خارج ماسبيرو. انا الوحيد اللي كنت في برنامج التوك شو من ابناء ماسبيرو، محمود وخيري ولميس كانوا من صحفيين من بره، فالهوجه قالت لك لا دول صحفيين من بره ما يخشوش ماسبيرو، ما ياخدوش خير ماسبيرو، ما يشتغلوش في البرامج، ومذيعين ماسبيرو قاعدين في البيت وبتاع، فاقصوهم. وفضلت انا مكمل في برنامج اللي هو مصر النهارده اللي هو التطوير بتاع برنامج البيت بيتك لحد شهر ابريل 2011. وكان وقتها رئيس اتحاد اذاعه التلفزيون الدكتور سامي الشريف، استاذ بتاع كليه الاعلام. والحقيقه انا اختلفت معاه كتير، لاني انا كنت شايف انه من وجهه نظري مع كامل احترامي لخبراته انه لا يصلح لاداره مبنى زي ماسبيرو. اولا لانه عمره ما عرف كيفية إدارة القنوات وكيفية إدارة منظومة إعلامية زي دي، هو رجل أكاديمي بحت يعني له في التدريس وقدره على رأسي، لكن فشل ذريع في إدارة مبنى ماسبيرو خلال الفترة اللي تولاها، وحصلت مشاكل كتير. وكمان عيبه الأكبر كان إنه بيخاف من الصوت العالي، أي 3-4 يخشوا يكسروا الباب ويخشوا يزعقوا في وشه ويعمل لهم اللي هو عاوزين. فما فيش مبنى مهم وحي واستراتيجي زي ماسبيرو يدار بالصوت العالي أو بفكرة الدراع، بالاضافه الى انه سمع لصوت انه اللي اشتغلوا في برنامج مصر النهارده اللي هو اكبر برنامج التوك شو في مصر، اللي اشتغل بالاقدميه الحكوميه واللي مش عارف مذيع درجه اولى مذيع درجه، واستبعد الكفاءه. وقال لي انا محتفظ بيك بس هنمشي المخرج وهنمشي رئيس التحرير وهنمشي كذا. قلت له طب ما تمشيهم، انا مش هشتغل لوحدي. عارفين فيلم الليمبي اللي يقول لك اديني كل السلاح وانا هحارب لوحدي في المعركه ولا ايه؟ فقال لي معلش وانت عظمه من عظام البيت بيتك ومش عارف ايه وبتاع. فاستمرت شهر بالمنطق ده، لقيت البرنامج بيوقع، لان خلاص بقى محررين ومخرجين وبتاع
غير اكفاء من التلفزيون المصري تم تعيينهم يعني في البرنامج. فالبرنامج كان مستواه بيتدحضر. فانا رحت لسامي الشريف وقلت له مش هكمل، وطلعت حتى في الحلقه الشهيره يعني مش اكلت حتى من البرنامج، انا طلعت في الحلقه الشهيره وعملت الحلقه عادي وما كانش حد يعرف، وفي نهايه الحلقه حتى موجوده يعني على اليوتيوب وكذا، طلعت قلت لهم يا جماعه انا على عيني يعني ان انا بسيب ابني اللي انا ربيته على ايدي 8 سنين البرنامج، لكن ما ينفعش اشوفه وهو بيموت، فانا هسيبه، واذا كان القيادات في التلفزيون شايفين ان التغيير وكذا سمه الحياه فانا همشي عشان التغيير يكمل تماما والاجيال الشابه هي تاخد فرصتها، وبتمنى لهم النجاح، لكن ما اعتقدش ان البرنامج ده هيكمل. وفعلا بعد ما انا مشيت يمكن باسبوعين ثلاثه قرروا ايقاف البرنامج لانه خلاص ما بقاش له نسبه مشاهده. بس دي يعني ظروف وملابسات وكواليس رحيلي عن مسبيرو. وكان رحيل يعني درامي جدا، لاني زي ما قلت لك انا ابن من ابناء مسبيرو البرره، وما زلت يعني بحمل له كل عرفان وجميل، لان لو في حاجه اسمها تامر امين فهي من صنيعه مسبيرو. وانا مدرك انه في يوم من الايام هعود للتلفزيون علشان اكمل واجبي والفضل اللي عمله عليا مسبيرو لازم اسده يعني، بس عندما يحين الوقت وتناسب الظروف ان شاء الله. من ابرز المواقف اللي تعرضت لها في مسبيرو اكيد كان في المؤسسات الدوله وحاجات، لان كان احيانا بيبقى النقد لازع يعني، انا كنت احد المتابعين كان بيبقى النقد احيانا لازع وخارج صوره اللي هو التلفزيون المصري اللي احنا كنا المصطلحات اللي كانت بتشتغل. صحيح. اكيد تعرضت في الفتره دي كلام من المسؤولين من وزاره الداخليه من الرئاسه من مؤسسه، ابرز المواقف دي. بص احنا كنا في البدايات يعني بدايات برنامج البيت بيتك اللي هو بتكلم في 2004 2005 لحد 2006 كده تقريبا، كنا لسه زي ما بيقولوا كده عضمنا طريق، وكنا لسه بنبني وبنأسس شعبيه وجماهيريه البرنامج. فكنا بنقول الكلام ده وكان بيجي لنا ضغوطات كتير سواء من وزير الاعلام وقتها اللي هو كان انس الفقي اول ما مسك وزاره الاعلام، او من وزاره الداخليه، او من مكتب رئيس الجمهوريه. وفي مرات كتير كان زكريا عزمي بيتكلم سواء بيكلم الوزير يبلغنا او بيكلمنا مباشره يقول لا وانتوا ازاي تقولوا كده وازاي تعملوا كده وانتوا مش فاهمين، طب تعالوا نفهمكم، طب مش عارف ايه وكلام من ده. بس ما اكدبش عليك لما كنا في نهايه 2005 2006 كان برنامج البيت بيتك بقى برنامج بالبلدي كده عضمه ناشفه، وعضمته الناشفه مش بسببنا، بسبب ان بقى البرنامج له جماهيريه. واي وسيله اعلاميه اما يكون لها ظهير جماهيري هو ده المناعه بتاعتك ضد اي نظام. فكان الضغط من المسؤولين والوزراء والنظام تحول الى خوف مننا بسبب ضغط الجماهير. يعني دلوقتي بقى بقينا نقول الكلام بقلب جامد واحنا عارفين ان الجمهور هو اللي بيدافع عننا، لدرجه ان في مره انا خدت اجازه كانت سنه 2007 2008 خدت اجازه عاديه، كنت بشتغل انا ومحمود سعد ساعتها كنا لوحدنا في البرنامج، كان لسه قبل ما خير يجي ينضم لينا في سنه 2009 و2010 كنت انا ومحمود بس اللي بنشتغل في البرنامج، هو 3 ايام وانا 3 ايام. فانا محمود كان تعب واشتغلت انا اسبوعين كاملين مكانه ورجع، فانا كنت تعبان فكلمت محمود بركه اللي هو كان منتج البرنامج وقلت له انا عايز اخد اسبوع اجازه اريح ومش عارف ايه، وعندي سفريه لابو ظبي وبتاع مؤتمر وندوه معزوم عليها، فاروح فرصه ان انا اخد اجازه. فسافرت الاجازه بس من غير ما اقول يعني سافرت وبتاع، وخلاص محمود اشتغل وقال ان تامر مش عارف ايه وكذا. فعايز اقول لك انه جه كميه تليفونات وتلغرافات على مكتب وزير الاعلام، لان انا قبلها بيومين كنت شايط في احمد عز وكنت بقول ان احمد عز ده بدايه احتكار مش عارف ايه والصناعه، وبقول اساسا لازم ملف اهداء النظام المصري ملف حديد الدخيله لاحمد عز لازم يراجع ويتشاف ليه الراجل ده بتاع ايه. وكان عندي منطق انه اداره حكوميه فاشله الحل بتاعها ان احنا نجيب مدير ناجح مش ان احنا نبيع الشركه، يعني عندي شركه ادارتها وحشه اجيب ابشر المدير الوحش واجيب مدير كويس ولا بيع الشركه، يعني انا عندي بير بترول بس مش عارف اطلع منه بترول كويس، المنطق ان انا اجيب حد يعرف يطلع مش هدي بير بترول لواحد اقول له ربنا يحلل عليك ويطلع. فكنت فتحت الملف ده وبعديها خدت الاجازه، فالناس فهمت ان انا استبعدت بسبب هجومي على احمد عز. فحصل كميه ضغط على مكتب وزير الاعلام وتليفونات ومش عارف ايه وكذا وكذا، وثلاث صحفيين في الاهرام مش عارف ايه كلموا انس الفقي يقولوا له انت استبعدت تامر امين ليه؟ جالك ضغوطات مش عارف كذا. فقلت انا انس الفقي بيكلمني وانا في ابو ظبي يقول لي بكره ترجع.